هلا والله، ازيكم؟ مؤامرة الكليات والمدارس ترقى، أو مؤامرة الجامعات والمدارس ترقى لكونها مؤامرة، أو التكاسل والتخاذل من نظام التعليم. دايما الكلمة اللي كنا بنسمعها في مصر، أنا بتكلم عن مصر، طيب، أو الكلمة اللي احنا كنا بنسمعها، نظام التعليم غلط، نظام التعليم غلط، نظام التعليم معتمد على الحفظ والتلقين مش على التفكير والبحث العلمي. وبعدين الكلمة اللي دايما اللي بيقولها لك الأستاذ الدحيح في المقطع بتاع الاستثمار، اقتبس الكلمة من المهندس، وش اسمه، مهندس محمد خميس، مهندس الكهرباء، اللي كان جايب 100% في ثانوية عامة، 104 من 10% في ثانوية عامة. الراجل ده قال لك انه والله نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك، انت جبتنا المدرسة ودخلتنا المدرسة عشان تدينا معلومات في الجغرافيا ومعلومات حول العالم وامريكا اللاتينية وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وهنا وهناك، ورحنا وجينا وكنا وكانوا وكنا وعادوا عدنا. طيب فين المواد الاساسية اللي انت لازم تدرسها لي في المدرسة؟ المشكلة سعادة البيه ان المدرسة دي بيعملها، او الناس اللي بيحطوا المناهج التعليمية، المستشارين التعليميين اللي بيحطوا المناهج التعليمية، انت بتختار اصلا مستشارين تعليميين فشلة. فلما انت تجيب انسان فاشل، المستشار التعليمي الفاشل اللي بيحط منهج تعليمي فاشل، وطبعا بقى الله اعلم هل مستشارين وزارة التربية والتعليم كانوا مخترقين من اسرائيل؟ يعني هل مستشارين وزارة التربية والتعليم اسرائيل بتديهم رشوة وفلوس عشان يعملوا مناهج تعليمية حمضانة كحيانة لا تفيد المتخرج بشيء ولا تفيد الخريج بشيء وتدمر وتدمير؟ طيب كلية الهندسة مثلا ليه ما بيدرسوش في القسم بتاع الاستاذ بتاع الكهرباء ده، او القسم المهندس كهرباء ده؟ ليه في مواد كتيره جدا ما بيدرسوهاش؟ كتير مواد بيستخدموها او اشياء بيستخدموها بعد التخرج، ماشي، لا يتم تدريسها في الجامعه. يتعبك ليل نهار وبعدين يقول لك انا محتاج منك كورس في اللغه الانجليزيه، لازم عشان تتوظف لازم يبقى عندك شهاده في الاكسل وشهاده في اللغه الانجليزيه وشهاده مش عارف ايه، ولازم بتعرف تطبخ وبتمسح وتغسل وتكنس، ولازم تتعلم مهارات في الماركتينج، ولازم تتعلم مهارات كتيره قوي. طب يا باشا، انت ليه ما درستناش الكورسات دي اول باول؟ ليه ما خليتش المناهج التعليميه مناهج بحثيه؟ ليه ما ساعدتش الطلاب ان هم يكتشفوا شغفهم في الحياه؟ طيب كليات القمة في مصر، الطب والهندسة كليات القمة في مصر، اوكي ما عندناش مشكلة، والاقتصاد والعلوم السياسية، اوكي ما عندناش مشكلة، وهندسة بترول في السويس، اوكي ما عندناش مشكلة، وطبعا الكليات التانية الصيدلة وطب أسنان وطب بيطري والحاجات الحلوة الجميلة دي، اوكي ما عندناش برضو مشكلة. الكليات العلمية او وتفريعاتها، علم علوم وعلم رياضة، ما فيش مشاكل يا سعادة البي، ما فيش ايتها مشاكل. ها وبعدين ثم ماذا؟ يعني انت نفسك لما تيجي تتخرج من الجامعه لازم تفهم انت عايز تشتغل ايه في الحياه. المشكله بقى في ان انت كانسان تبقى زي انا كده، بتبقى مش عارف انت عايز ايه اصلا من الحياه، انت فاهم؟ فاللي هو هنا المصيبه، انت مش عارف انت عايز ايه من الحياه، انت عايش ككائن بوهيمي مش فاهم اي حاجه، انت مش عارف انت جاي الكوكب ده ليش اصلا. يعني انا ما طلبتش والله ان انا اخش كليه طب ولا كليه صيدله ولا اي كليه، انا مش عايز والله يا باشا، ولا عايز اخش كليه تجاره ولا اي، انا مش عاجبني اي حاجه في الكوكب ده، انت فاهم؟ دي المصيبه السوداء بقى. هنا بقى اللعنه والبلاء، ان انت يا اخي يمكن انا بحب الفلك وبحب علم التنجيم وتحليل الخرائط الفلكيه، اوكي فين الاقي الكليه اللي بتدرسني الاسترولوجي عشان اشتغل استرولوجر؟ والله الاسترولوجي دي يا حبيبي مش معترف بيه في الجامعه ولا حاجه، ولا كليات واضحة في مصر ولا في الوطن العربي كله هتدرسك الاسترولوجي. دي حاجة انت تتعلمها من نفسك خارج السياق وخارج النطاق، وتخترعها وتفتكسها من نفسك. هل المدارس والجامعات متآمرة علينا؟ المدارس والجامعات عمرها ما هتعلمك ابدا ازاي نشتغل ونلاقي وظيفة، ازاي نعمل شركات، ازاي نتجوز ونختار شريك الحياة اللي ما يعملناش مشاكل. ليه ما بيدرسوناش علم تحليل الشخصيات في المدارس؟ ليه ما بيدرسوناش التاريخ بشكل اوضح وبشكل صحيح؟ ازاي نتقاعد ونعمل خطة التقاعد المبكر؟ ازاي نستثمر فلوسنا؟ وازاي نفهم في البورصة ونفهم في المال وادارة الثروة وادارة الاموال، ادارة الاعمال وريادة الاعمال؟ الكورس ده المفروض يدرسوه. طب يعني اذا كان المستشارين التعليميين نفسهم فشلة، اذا كان الشخص، هل الموساد الاسرائيلي بيدفع فلوس وبيدي فلوس للمستشارين في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ان هم يضللوا الطلبة وان هم يثقلوا على كاهل الطلبة او الطلاب، ان هم يعني يدوخوهم في دوامة ان نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك؟ هل كده
حقيقة وصراحة في كده في نظرية مؤامرة، انه يعني في شيء في تآمر، في تآمر ان ازاي مناهج التعليم متخلفة بهذا الشكل، ازاي مناهج التعليم لا تناسب سوق العمل، مناهج التعليم والجامعات والشهادة الجامعية في اتجاه وسوق العمل في اتجاه تاني خالص، ده في اتجاه وده في اتجاه، انت رايح في مش يعني انت فاهم اللي هو مودينا في حتة شمال في سكة شمال في مكان شمال في مفترق طرق، انت في مفترق طرق ما بين الواقع وما بين الجامعة، الواقع وأرض الواقع وسوق العمل والحياة اللي انت هتعيشها بعد ما تتخرج من الكلية اللي انت اصلا ما عندكش عنها اي اعتبار او اي اختبار، او انت مش فاهم انت دخلت الكلية دي ليه، وما اعرفش والله انا دخلت مجموعي دخلني كلية تجارة، انا دخلت كلية تجارة لان مجموعي دخلني كلية تجارة، انا مش دخلت كلية علوم لان المجموع بتاعي دخلني كلية علوم. طب هل انت عندك شغف في دراسة العلوم؟ هل الابحاث العلمية اللي انت هتعملها هتنتشر يعني وكده ولا؟ ما المفروض ان كلية علوم بتاع العيال المنفسنين، العيال الزرطانين دول اللي يحسبوا نفسهم اينشتاين الله يهديهم ويحسب نفسهم انهم اذكى من كلية هندسة والكلام ده، عندهم عقدة نفسية من كلية هندسة، العيال المرضى دول بتاع كلية علوم، العيال دول المفروض يكشفوا على سلامتهم النفسية وصحتهم النفسية والعقلية، والعيال المنفسنين المرضى دول. طيب فهل انت يعني انت فاهم وانا فاهم وانت عارف وانا عارف ان انت تطلع من كلية علوم تشتغل، هتشتغل بشهادتك هتشتغل ايه؟ السوق مشبع، مشبع بالعلماء والفقهاء ومشبع بالشيوخ ومشبع برجال الدين ومشبع بالقدرات البشرية التي لا نهاية لها. طب وبعدين؟ هل نظام التعليم هو مؤامرة؟ طيب التفوق للطالب الأحسن، طيب يا أخي خليني أحسن يا أخي، علمني إنجليزي بشكل كويس، درسني إنجليزي بشكل كويس، طيب وبعدين؟ ماشي، هات لي ناس كواليفايد بشكل كويس إن هي تديني إنجليش بشكل كويس، قوي لي المناهج التطبيقية في أرض الواقع بره يعني. طيب اديني يا أخي كورسات في أرض الواقع تساعدني إنه اشتغل احسن، ان اكون افضل يا اخي، ما تسيبنيش كده يا اخي. انت بتقول ان انت مستشار التربيه والتعليم، هل الموساد الاسرائيلي، والسؤال ويبقى السؤال، هل الموساد الاسرائيلي دافع فلوس لمستشارين وزاره التربيه والتعليم ان هم يحطوا مناهج حمضانه كحيانه كتيانه تتآمر على الطلاب وتعطيهم كلام فارغ وعلم فارغ؟ يعني التقويم، الفلك، النجوم، الكواكب، السنة الشمسية، السنة القمرية، ما يدكش عنها حاجة، رصد رمضان، رصد بداية الشهور، ما يدكش عنها حاجة، تحليل الشخصيات ما بيدكش عنه حاجة. طيب انت مين؟ طيب انتوا عايزين ايه؟ طب يعني اديك شايف اهو، احنا طالعين من الجامعات ولا طالعين من الكليات غير مؤهلين ابدا 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 لسوق العمل، وبعدين بتحط اللوم علينا، انت مع علمتنيش، انت ما عطتنيش محتوى علمي يساعدني ان انا اوصل للمكانة دي. طيب يعني طيب يا سعادة البيه، انا مستنيك تقول لي حاجات مهمة، انا مستنيك تعرفني حاجات مهمة تفيدني في سوق العمل. سوق العمل عايز علم نفس، عايز ماركتينج، عايز تسويق، عايز يكون عندي مهارات في التسويق، عايز يكون عندي مهارات في الإدارة ومهارات في الإدارة، وعايز يكون عندي مهارات كتيرة. انت ما عطتنيش للغة إنجليزية ولا برامج الأوفيس ولا تحليل الشخصيات ولا علم النفس والتنمية الحشرية ولا التسويق ولا مهارات في الإدارة، انت ما علمتنيش ديك أم أي حاجة مهمة تناسبني في سوق العمل، انت ما علمتنيش ازاي اعمل شاي وقهوة واشتغل باريستا، انت ما علمتنيش الطبخ. ليه انت في يا اخي في المدارس يا اخي ما تعلمنيش الطبخ يا اخي؟ علمونا الطبخ يا اخي عشان الشعب كله يبقى طباخ والشعب كله يعرف يعتمد على نفسه. ايه الثقافه البنت الهرمه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اديني يا اخي حاجات في الاستثمار يا اخي، علمني عن الاسهم والبورصه والبنوك بما انك عايش في دوله راسماليه يا اخي يا اخي يا اخي. فالمهم تدرك بعد كل هذا الكم الكبير كم انت جاهل في امور الحياه الدنيا. عرفني يا اخي عن الزواج والعلاقات يا اخي، الزواج والحب والعلاقات والمسؤوليه، عرفني عن دروس الحياه، اديني دروس في الحياه، اديني دروس وقصص ومواعظ في الحياه عشان الواحد يطلع كده بني ادم يفهم. يعني لو صدام ابو حسين كان اخذ ماده اسمها ماده العظه والمواعظ، ولو القذافي كان اخذ ماده اسمها ماده العظه والمواعظ، ولو علي عبد الله صالح كان اخذ ماده اسمها ماده العظه والمواعظ، كلاب السكك والاشكال الضاله، طيب ما كانوش عملوا كده في الناس وما كانوش عملوا كده في نفسه؟ هو الجهل، ويفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعل العدو بعدوه، لان في حاجات كتير انت ما تعرفهاش، انت فاهم اول مره تدخل في الموضوع ده، اول مره تشوف هذا الموضوع، وبالتالي انت جاهل كبير، وبالتالي بتتخزق وبتاخد خوازيق ليه
ومن هنا تعلم أن العلم نور وأن الجهل ظلام، وأن العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. وبالتالي هتكتشف اكتشافات يعني عظيمة جدا وخطيرة جدا، ومستوى ذكاء متميز خطير جدا وذكي جدا، انه والله بما يرضي الله بما يرضي الرسول، انه يتم حجب المعرفة عنك عامدين متعمدين، حجب المعرفة عنك. ده ما كانش كده يعني، خليهم على جهلهم وخليهم على عماهم، هو ده المقصود. يعني المقصود والرغبة والنهاية وال انه خليهم على جهلهم خليهم على عماهم، ما تعرفهمش حاجة. او بقى يجي لك واحد يعني انت فاهم، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم هبة، ويجي لك واحد من برج المعيز يقول لك ما احنا تعلمنا قبلهم، يعني احنا خدنا حاجة، ارضى بواقعك وخليك جاهل زينا كده. يعني هتلاقي دعاة الجهل، ولد الشرطوفة، ولد القراميط، ولد الزلابيط، اللي احنا لو ما احنا في صايمين وفي رمضان ولما الفيديو ده في اليوتيوب كنا لعنا والده والدينه. تلاقيه يقول لك ايه بقى، ايوه اتفضل، يقول لك والله يا اخي في الاسلام وفي الايمان، ايوه، انه يعني خليهم على جهلهم خليهم على عماهم، واحنا اللي اتعلموا قبلك خدوا ايه، ايه اللي اتعلموا قبلك خدوا ايه، انا مالي ومال اللي قبلي، لا ابوك لا ابو اللي جابوك انت وقبلي، لا ابو ديك ام اجيال الخمسينات والستينات والسبعينات، لعن الله الكفر والمشركين. مش دخلنا انا تربط مصير بمصيرهم وتحاسب الماضي على المستقبل وتحسب اللي فات على اللي جاي، وانت ايه، انت ما عندكش صفحه جديده، ايه ديك ام الاحباط وديك ام الياس ده، انتوا يالا انتوا مش مؤمنين بالله، لا اه يا ابن الكلب، انت هو انتوا ما عندكمش ذره ايمان بالله، انتوا صهاينه، انتوا يهود، انتوا ايه، الظلم ده موجود في الارض يا ابني، انتوا ايه يا ابني صنعتكم، يا دي يا ابن الشياطين، انت وهو عبده الشيطان ده، ربنا مبتلينا بعبده الشيطان بيحكم العالم، انت مين يا ابني انت وهو. ومن هنا تكتشف ان نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. انا كنادي الزمالك انا استفدت ايه، ايه الفايده، انا بقى استفدت ايه، عرفنا ان نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك، وان اثيوبيا مشهوره بزيت النخيل، انا بقى استفدت ايه، انا كنادي الزمالك ايه الفايده، علمني كيف الاقي وظيفه واطور من مهاراتي يا اخي، اديني مهارات ب 3 جنيه مهارات كده، اي حاجه ماشي بيها نفسي، يعني ازاي نختار شريكه الحياه، افهم انا مين، انا عايز رقم واحد استكشاف الذات، انا عايز اعرف انا مين، انا نفسي مش عارف انا مين، يعني انت مين، قول لي انت مين وانا اعرفك. الانسان لما بيكتشف مهاراته ومواهبه وبيكتشف شغفه في الحياة والاشياء التي يحب ان يفعلها بدون كلل ولا ملل، فهذا هو شغفه الذي سيصبح مصدرا كبيرا للدخل. ايوة طيب، وبعدين وبعدين، ولا قبلين يا ابن عم، ولا قبلين، ازاي نتقاعد، خطط التقاعد المبكر، ازاي نستثمر فلوسنا، ازاي نربي عيالنا، انت مين، قول لي انت، ما فيش ولا ديك ام اي حاجة تفهمها. طيب، وبناء على كل هذا الكلام الكثير الكبير، فافقد الامل واغسل ايدك بمرج خنزير في العيال الجهلة دو، يا جهلة يا قلة علم يا قلة وعي يا قلة ثقافة يا قلة ادراك. المشكلة ان انت كبرت، انتوا اكبر مننا مستشارين وزارة التربية والتعليم، انت اكبر مني في السن، طيب علمني يا اخي. علم الانسان ما لم يعلم وفوق كل ذي علم عليم، ربنا خلق العلم درجة ورفع بعضكم فوق بعض درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علمنا يا معلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طب علمني فهمني يا أخي، احشي لي في المحشي، أنت قول لي وأنا هلقط معاك، أنت قول لي وأنا ترجم معاك. إيه يا الدنيا، يوم إنها الدنيا دنيا، يلا معلش معلش معلش، هي الحياة عايزة كده، هي الحياة بنت عرض واللي فيها أولاد عرض.